وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية، يعني لك أن تطلعنا على تفاصيل المشهد. إليك عدد الطائرات القادمة اليوم للمساعدات وعدد الشاحنات أيضا التي استطاعت الدخول اليوم عبر معبر رفح. بعد التحية، يعني إضافة لما ذكرتموه من الطائرة الإماراتية التي وصلت إلى مطار العريش منذ قليل، أيضا نتحدث عن وصول طائرتين، طائرة قادمة من دولة قطر على متنها 38 طن من المواد الإغاثية والخيم، بالإضافة إلى طائرة أخرى باكستانية على متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والبطاطين والخيم. كل هذه المساعدات تم تفريغ حمولتها من هذه الطائرات بمساعدة الهلال الأحمر المصري، وذهبت إلى مركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري. وكنا نتابع في هذا المخزن الحقيقة المجهود الكبير الذي يتم في تجهيز عدد كبير من الشاحنات التي اتجهت مباشرة إلى معبر رفح البري، الذي كنا أيضا نتابع حجم الشاحنات الكبير اليوم أمام المعبر. كل هذه الشاحنات سواء كانت مستلزمات طبية أو حتى مساعدات إغاثية من البطاطين لمواجهة يعني طقس الشتاء البارد، فكل هذه المساعدات تذهب مباشرة إلى معبر رفح الذي لازال يواصل دخول كل شاحنات المساعدات. نتحدث اليوم عن دخول 250 شاحنة إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة لإجراءات التفتيش بالطبع، ثم نتحدث عن دخول أيضا شاحنات الوقود، أربع شاحنات للغاز، بالإضافة إلى استقبال الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية. فيما يتعلق أيضا بالمسارات الأخرى التي حددتها مصر في استقبال المساعدات الإنسانية، نتحدث عن ميناء العريش، هذا الميناء الهام الذي استقبل منذ بداية الأزمة وحتى الآن ست سفن من دول مختلفة على متنها أكثر من 14,000 طن من المساعدات الإنسانية وأيضا المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية التي ذهبت إلى قطاع غزة، ومنها أيضا كان وجود المستشفى العام الفرنسي والمستشفى الإيطالي الذين يقدمون كل الخدمات الصحية المختلفة للمصابين والجرحى، بخلاف كل المستشفيات المصرية التي استعدت لاستقبال كل المصابين منذ بداية الأزمة. نحن نتحدث عن مرور أكثر من 120 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت فيهم مصر الداعم الأقوى والأكبر تجاه الأشقاء الفلسطينيين، سواء بالجهود السياسية أو حتى بالجهود الإنسانية في تجهيز 70% من المساعدات التي دخلت عبر قطاع غزة وعبر معبر رفح البري، والتي تخطت 10,000 شاحنة. نتحدث عن أكثر من 70% من هذه الشاحنات وهذه المساعدات هي مساعدات مصرية، بالإضافة بالطبع إلى الجهود السياسية التي تدعو دائما إلى وقف إطلاق النار. أشكرك، شكرا جزيلا محمود. وهذا يأتي تنفيذا لقيادة القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. بالتأكيد، أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش.